مرات يحتاج المشاهد ان يتجدد الشكل امامه وانه يبتعد الشكل عن الرتابه والنمطيه. فالشكل الجديد تستخدمه احنا على شكل طبيعي هادئ لكن ايضا منسجم بشكل عام مع مكونات الشبكه الاخرى كالقناه الانجليزيه والقنوات الاخرى، وبنفس الوقت قابل ان يتجدد وان يتشكل كل فتره باشكال جديده، يعني لن يكون فيه رتابه على الاطلاق بسبب استخدام الفيديو واستخدام اجهزه حديثه في جرافيكس وفي عرضها على الشاشه. البرامج الجديده لاول مره ربما في تاريخ قناه الجزيره نقوم باجراء تعديلات جوهريه في فتره الساعه 10 ليلا وهي البرامج الاحتواليه الرئيسيه للقناه. فهناك برنامجين جديدين اللي هو برنامج فرعوس وبرنامج الملح، وهناك برنامجين رياضيين جديدين، برنامج دنيا الكره وحصاد احيانا وبالمهاجمه الاعلاميه وبالانتقاص من مصداقيه المؤسسه بطريقه او باخرى. فهو الضغط ما زال قائم لكن احيانا يعاد، يعني يبدو ان اجهزه مخابراتنا في العالم العربي احيانا يعوزها الابداع، فلذلك ايش بتعمل؟ بتكرر مجموعه من الاشياء زي قصه انه تشوه الجزيره، في يوم الجزيره بنصحى الصبح في الجرائد بنلاقيها عميله لاسرائيل، ثاني يوم الصبح عميله لاسامه بن لادن، ثالث يوم عميل لحماس، وبعدها كم يوم تنفذ مشروع غربي اجنبي من اجل تدمير السلطه الوطنيه الفلسطينيه، ورابع يوم يعني احنا الحمد لله يوميا محظوظين. شفت كيف؟ كما ترون الان في علينا حمله من اليمن للاسف الشديد في بعض الشغلات الخاصه بتغطيتنا الكوفيين وتغطيتنا للحركه الجمهوريه. علينا حمله من بعض الحكومات العربيه بسبب تغطيتنا للانتخابات. علينا حمله من بعض الدول بسبب تغطيتنا لاحداث مثل تقرير جولدستون. كل هذه الامور نحن اعتبرناها، هي ليست جديده في الجزيره. هذه ليست جديده، ونعتقد هذه الضريبه يجب ان تدفع، ولكن اقول لكم بصدق وصراحه هذا لن يدفعنا على الاطلاق لاستخدام الشاشه لكي نسوي حساباتنا مع اي نظام او حكومه او دوله تريد ان تهاجم هذه المؤسسه. لكن نترك حسابها للناس وليس نحن كمؤسسه اعلاميه لن نتدخل سياسيا في ذلك. بالنسبه للنشر المغاربيه سوف تبث من الدفع، ولكن في حالات كثيره اذا كان الخبر الرئيسي من دوله من الدول التي لنا فيها مكتب سنبدا الهيدلاينز، يعني سنبدا العناوين الرئيسيه من تلك الدوله، سيقراها احد المذيعين او احد المراسلين في تلك الدوله. فهي محاوله لتعويض غيابنا عن ذات المغرب العربي كبث رئيسي للنشر. للاسف كما تعلمون هذه النشر كانت تبث من الرباط، ولكن لاسباب نحن الحقيقه لسنا على علم بتفاصيلها ولا ندري حتى الساعه، لم تقدم لنا توضيحات حول اسباب منع الحكومه المغربيه من بث هذه النشره من الرباط. ولكن نقول هي ستبث من الدوحه كما هو الحال مع مزيد من الحضور الميداني المباشر في تلك النشره. مش من اذن يعني احنا مش بس سماع الراي، يا ريت لو قصه راي ونصيحه، قصه هجوم وتجني واتهام. يعني فبالنسبه لنا نحن لسنا مؤسسة ولا دولة لا عندنا جهاز مخابرات نحبس المعارضين إنا ولا الناقدين، فبالعكس أنا أعتقد أنه كثير من الأشياء التي قيلت وتقال عن الجزيرة تجد صدى ونقاش في داخل أروقة الجزيرة جاد. نعرف أن جزء منها أحيانا يكون تقريبي وجزء، لكن أعتقد أنها الجزء الأساسي مما يقال لنا من كثيرين من زملائنا في المهنة ومن كثيرين من المفكرين والمؤرخين سواء كان ناقدا او مقترحا او ناصحا ناخذه في عينه حقيقه. فهذه نقطه اساسيه. واعتقد انه اذا قلت ما هي سلبيات الجزيره؟ سلبيات الجزيره انا اعيد السؤال كالتالي، ما الذي يمكن للجزيره ان تقدمه بشكل افضل مما هو عليه الحال الان؟ انا اعتقد انه اول شيء يمكن ان تقدمه الجزيره نبدا باللي حكى استاذ عارف الجاوي اللي هو ان شاء الله نتمنى ان يكون هناك تحسن اكبر في مستوى اللغه العربيه، وهو موجود معنا وهو يقوم بدورات تدريبيه للمراسلين والصحفيين على اساليب التعاطي مع اللغه العربيه الفصحى. النقطه الثانيه مزيد من البرامج الوثائقيه التحقيقيه الانفستيجيتيف ريبورتنج. انا اعتقد هناك نقص ما زال في برامجنا، والزميل عارف الجاوي عنده ايضا مجموعه افكار بهذا الاتجاه. نحتاج برامج تحقيقيه وثائقيه. النقطة الثالثة
نحتاج أيضا إلى إشراك قطاعات أوسع في المجتمع كالنساء والمرأة، وأعتقد دور برامجية جديدة إن شاء الله فيها بإذن الله يعني فيها جرعة أكبر من الاهتمام بهذين القطاعين تحديدا. القضية الخامسة، نحتاج أيضا أنه نبدأ بتفعيل حقيقي وجدي لأساليب التواصل الحديث وخاصة الإعلام الجديد. أنا أعتقد أن الإعلام الجديد يجب أن يصبح عمودا أساسيا من أعمدة التحرير في الشبكة. هذا طبعا مسألة تحتاج إلى جهد ذهني وجهد عملي. الجهد الذهني في أن صحفيين ومحررين يبدأوا بتقبل هذه الظاهرة الجديدة كمصدر أساسي من مصادر المعرفة ومصدر أساسي من مصادر الأخبار. أنصح المشاهد العربي أن يلتقط موبايله، يصور ما يعتقد أنه خطأ، حتى خصوصا الأخبار التي تضر بمصلحة المشاهد العربي والأشياء تضر بحقوق الإنسان والحريات، وأنه يكبس وديها للجزيرة. شوف كيف هذه قضية مهمة جدا. أنا أنصح المشاهد العربي أن يصبح مراسلا لقناة الجزيرة. سنفتح لهم الباب لكل إنسان فاعل في العالم العربي أن يصبح مراسل للجزيرة حتى يمكننا في أن نكسر احتكار الحكومات العربية لمصادر المعلومات في واقعنا العربي. إذا صارت هذه الثنائية بين الجزيرة وبين المشاهدين، إن شاء الله سنحقق ثورة حقيقية في عالم الاتصالات وعالم التعبير عن الرأي في حقوق الإنسان والحرية.